البطولة اللي دايما كان الأهلي له حضور لافت فيها، ودايما وأبدا كان عنده ذكريات طيبة جدا وأرقام قياسية العالم كله بيذكرها، وما أن تأتي بطولة كأس العالم للأندية حتى تذكر أوراقها قيمة الأهلي وحضور الأهلي وأرقام الأهلي في هذه البطولة. المعلق سوار الذهب اللي كان بيعلق على مباراة العين وريفر بليت، المباراة المثيرة جدا، لم ينسى حضور الأهلي واسم الأهلي. نشوفه قال إيه. ولدينا من مصر طبعا، من مصر أرقام حول هذه البطولة وجسدت وكتبت عن طريق فريق القرن نادي الأهلي المصري، واحد من أعظم أندية العالم لا على صعيد القارة الأفريقية وحسب، لا على صعيد القارة الأفريقية وحسب، مجدا ينافس مجدا، تاريخا ينافس تاريخا، بالمجد بادخ بالنسبة للأهلي المصري. عندك الكبير وواحد من أفضل من أنجبتهم كرة القدم خلقا وأداء، محمد أبو تريكة، بجانب وائل جمعة، بجانب حسام عاشور، حتى الآن أكثر الأسماء التي لعبت مباريات في كأس العالم للأندية حتى حين اللحظة، انطلاقه في الأمام وتمريرة مرعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء، هنا المرور والتسديدة، يا سلام. طيب، المعلق سوار الذهب، الأهلي بأرقامه، الأهلي بقيمته، الأهلي بعراقته، اشتقنا على البطولة يا سيدي. النادي الأهلي كتاريخ ما يعني هتعمل فيه ايه؟ مهما حبيته مهما كرهته ده تاريخ تاريخ تاريخ. لكن احنا عايزين الأهلي حاضر بقى. يعني هو تاريخ مش بعيد، تاريخ قريب. ايوه، وهو ما زال النادي الأهلي له رقم لم يحطمه احد، لا في آسيا ولا في أفريقيا، انه 5 مرات يتأهل. يعني يمكن الرقم القياسي مكتوب باسم أوكلاند الاقيانوس الدائم. انما الاهلي عن افريقيا وعن اسيا لا، ما الاكثر حضورا. الاكثر حضورا.